السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية، ونحن سنحاول خلال هذا اللقاء معه سنحاول استشراف مستقبل البورصة القطرية وسبل جذب المستثمرين، وكذلك الانفتاح على الأسواق العالمية وتأثير تذبذب أسعار النفط على أداء المؤشر العام. فأهلا ومرحبا بك سيدي الفاضل. لو نبدأ مع حضرتك في ما يتعلق بحصاد 2016 على صعيد القرارات التي اتخذتها البورصة القطرية وما أثر هذه القرارات على 2017. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عام 2016 كان من السنوات الممتازة بالنسبة لبورصة قطر لما تحقق من إنجازات في تطوير أدوات السوق والعمل على إدراج عدد من الشركات. فعلى سبيل المثال يعني خلال العام 16 تم ترقية بورصة قطر في مؤشر فوتسي إلى السوق الأسواق الناشئة سبتمبر الماضي. نعم نعم، وهناك كذلك ترقية ثانية حتكون خلال الربع الأول من هذا العام أيضا، وهذا طبعا دليل على أن البورصة القطرية يعني تم جميع المعايير الدولية في أسواق المال. بالإضافة إلى ذلك كمان عندنا أنشأنا ما يسمى بالنافذة الواحدة لتسهيل عملية إدراج الشركات القطرية، وهو تعاون بين بورصة قطر وهيئة قطر أسواق المال اللي هي الجهة التنظيمية والرقابية على أسواق المال في قطر. ونتيجة لهذا التعاون تقدمت لنا مجموعة من الطلبات من الصناديق الاستثمارية وعدها صندوقين استثماريين وعدد من الشركات العائلية، أحدهما الآن في طور الاكتتاب والشركة استثمار القابض. نعم، وهناك شركة أخرى الآن إن شاء الله تحت إجراءات الموافقة، نتمنى إن شاء الله تكونها جاهزة في الربع الأول من هذا العام كذلك للاكتتاب. طيب، البورصة القطرية معروف أنها مدرجة في مؤشر ستانلي مورغان وكذلك أيضا في ستاندرد أند بورز ومؤخرا في فوتسي، وكما تحدثت أن الإدراج الثاني 50% الأخرى ستدرج في مارس القادم. ما تأثيرات هذه الإدراجات في المؤشرات الأوروبية والعالمية فيما يتعلق بالبورصة القطرية، وما العائد عليها من إدراجها في هذه المؤشرات؟ التأثيرات إيجابية بطبع الحال طبعا، لأن هناك بالنسبة للسوق القطري هناك تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية للسوق القطري، ونحن لاحظنا في عام 2014 عندما تم ترقية بورصة قطر في مؤشر مورغان ستانلي رأينا أحجام التداولات اللي وصلت بعض الأحيان إلى مليار ريال يوميا، وكان متوسط العام أكثر من 800 مليون في التداول اليومي. بالإضافة إلى شهدنا كذلك في أول يوم ترقية كان حجم التداول حوالي 4 مليار ريال في يوم واحد، وتدفق لرؤوس الأموال الأجنبية، وكان هذا هدفنا طبعا من السعي وراء هذه الترقيات لطبعا جذب المستثمرين وكذلك إعطاء قيمة الأسهم القطرية يعني حقها ما يعود بالنفع للمستثمر القطري. 2017 كما ذكرت سيتم إدراج شركتين وأيضا صندوقين، هل هناك مزيد من التفاصيل بشأن ذلك، وهل تستوعب السوق القطرية مزيد من الإدراجات؟ من ناحية الفنية والاقتصادية السوق القطرية تستوعب أي عدد من الشركات التي جاهزة لإدراج. طبعا هناك احنا عملنا على مجموعة من إدراج الصناديق الاستثمارية والشركات. طبعا كما نشاهد حاليا هناك اكتتاب في أحد الشركات القطرية، وكذلك إن شاء الله سنشهد خلال الربع الأول اكتتاب آخر في أحد الشركات العائلية أيضا إن شاء الله بإذن الله، هي تحت الإجراء حاليا. كذلك هناك صندوقين استثماريين وذلك يعني بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية للمستثمر من إدراج هذه الصناديق. كذلك هناك عدد من الطلبات التي ما زالت في يعني المراحل الأولية غير هذين الصندوقين والشركتين. طيب، السوق القطرية التي كانت مبتدئة أصبحت الآن ناشئة، وطبعا ذلك على لائحة فوتسي تحديدا، ونتحدث عن أن هناك نظرة إيجابية كبيرة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية للسوق القطري، وبالتالي أنتم من جانبكم ما الذي تفعلونه لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب تحديدا، لا سيما وأنكم قمتم ببعض الإجراءات مؤخرا منها على سبيل المثال زيادة نسبة الأجانب في الشركات ل 49%؟ هناك عدد من الخطوات اللي تقومها بورصة قطر من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع المستثمرين، وكذلك هناك رحلات مستمرة لأسواق المال في العالم،
وعقد اجتماعات مع الوسطاء المحليين والدوليين والمؤسسات المالية. نتج عن ذلك طبعا تطوير بعض الأدوات للسوق القطري، ومنها التداول بالهامش الذي تم تطبيقه حاليا، وهذا بهدف زيادة السيولة. كذلك صانع السوق أو مزود السيولة الآن كذلك أحد هذه الأدوات التي طورناها نتيجة لهذه اللقاءات وجذب المستثمرين. وهناك كذلك مبادرات ما زلنا نناقشها مع هيئة قطر لأسواق المال، وهي مثلا ما تسمى ب الجهة الرقابية، تقصد الرقة الجهابية، وهي إعارة واستعارة الأسهم. طيب فيما يتعلق ما يسمى بالإقراض والاقتراض. طيب فيما يتعلق ببعض القرارات المنتظرة في 2017 في هذا الإطار، كما هو معروف أيضا بأن السوق القطرية هي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وبالتالي هي محطة أعين كثير من المستثمرين عليها. ما هو المنتظر في 2017 من قبلكم؟ تحركات جديدة لم تفصح عنها بعد، وبالتالي أنت تخص الجزيرة مباشر بها وبرنامج البورصة. طبعا ما يوجد لدينا حدود في التطور، نحن طبعا نسعى دائما لتطوير السوق القطري ونكون أحد الجهات داعمة للاقتصاد الوطني بالبحث عن سبل التطور المستمر. كما ذكرت منذ قليل دخلنا أدوات جديدة للسوق القطري، وهذه أدوات مهمة للمستثمرين وجذب المستثمرين للسوق القطري، كما أشرت لها اللي هي التداول بالهامش، هي جديد ومهم بالنسبة للمستثمرين. صناديق الاي تي اف الصناديق الاستثمارية كذلك ستكون من خلال هذا العام إن شاء الله، وهي يعني جاذب للاستثمار. كذلك نبحث حاليا مع مركز مصرف قطر المركزي إدخال السندات التجارية، فإن شاء الله يعني خلال هذا العام نكون هناك تقدم في هذا المجال. طيب فيما يتعلق بأسعار النفط في المنطقة الخليجية، طبعا تلعب دور كبير في وتأثيرات كبرى على مؤشرات الأسواق الخليجية تحديدا. في قطر كيف تتابعون أنتم هذه العملية، وما مدى تأثير الحادث الواقعي على هذه الأسواق لا سيما قطر؟ ما في شك ان الاسواق الخارجيه وبعض اسواق العالم يعني تعتمد على طبعا اسعار النفط وعلى منتجات النفط كدول، لكن بالنسبه للسوق القطري طبعا وحكمه قيادتنا الرشيده هناك تنوع في الاقتصاد، وراينا القطاع غير النفطي ونسبه النمو فيه. كما شهدنا كذلك مع ان يعني الانخفاض كان كبير في بعض يعني في النفط، ولكن لم تكن هبوط المؤشرات بنفس الوتيرة، وشاهدنا بعض ما زال المستثمر المحلي والأجنبي مهتم بالسوق القطري معتمدا على متانة وقوة الاقتصاد القطري وتاريخه الإيجابي. طب لو أردنا أن نرسم العلاقة ما بين الدولة والبورصة القطرية والمتداول والمستثمر، كيف يمكن أن ترسمها لنا؟ ما في شك أن هناك علاقة بين الدولة وبين المستثمر وبين البورصة. البورصة طبعا لاعب أساسي في الاقتصاد الوطني، ويجب أن تقوم بدورها في ذلك من ناحية جذب المزيد من الإدراجات، ويعني نقطة التقاء بين المستثمر وبين الشركة، بين رؤوس الأموال والمستثمرين والمدخرين أموالهم وهذه الشركات، وكذلك تطوير أدوات السوق لجذب المستثمرين. طيب لو انتقلنا إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بدائما ما يتم السؤال على أن البورصة هل تعكس بالفعل الاقتصاد لدولة ما؟ في الدول الأوروبية هناك من يجيب أنها فعلا تعكس أداء الاقتصاد في الدول الأوروبية، العربية هناك من يختلف مع ذلك ويقول أنها لا تعكس. على سبيل المثال في مصر الاقتصاد يعني متدهور جدا، لكن البورصة ترتفع بشكل قياسي وتاريخي الآن. أنتم في قطر، ما هو أو ما هي مدى صحة هذه المقولة بأن البورصة القطرية تعكس أداء الاقتصاد القطري؟ طبعا كما تعرف المدرج في بورصة قطر هو فقط جزء بسيط من الاقتصاد القطري اللي هو تغيير 40 شركة 44 شركة، لكن هناك العديد من الشركات التي لحد الآن لم تدرج، ويلعب في خصوصا القطاع الخاص والشركات العائلية يعني لها دور كبير في الاقتصاد الوطني. فإلى حد ما طبعا البورصة لا تغطي جميع القطاعات، لكن إن شاء الله
في حين دخول القطاع الآخر القطاع الخاص في البورصة القطرية سنقول أن هذا الآن نقدر نعكس الاقتصاد، لأن الشركات العائلية هي قطاع يعني حوالي 90% من الشركة العائلية تعمل في القطاع الغير نفطي، وهناك نمو كبير في هذا القطاع. وبالتالي أنتم يعني تروجون أو تحاولون جذب هذه الشركات العائلية كما يحدث الآن في القابضة. صحيح، وهناك إقبال شديد، وطبعا سعي البورصة والجهات التي تعاونها في هذا الشأن وتشجيع الحكومة بدأ يؤتي ثماره، فلاحظنا أن هناك عدد من الشركات العائلية بقت تدرك أن البورصة والإدراج والكتاب العام هو سبيل الاستمرار الاستمرار لهذه الشركات. طيب ماذا تفعلون لهذه الشركات من تسهيلات في الإجراءات لإدراجها وتضمينها في البورصة؟ وأنت ذكرت بأن هناك السوق منفتح ويتسع لكثير من الإدراجات في وقت ربما يعني ليس بالكبير، ما هي الفوائد التي ستعود على الشركات إن تم إدراجها؟ كيف تجتذبون هذه الشركات؟ جميع الشركات، شوف جميع الشركات الآن العالمية الكبرى المدرجة في البورصات العالمية هي بدأت كشركات عائلية أو فردية، فإذا أراد يعني أي صاحب شركة لشركات الوصول إلى هذا المستوى وحفظ ما حققه من إنجازات والنمو في ثروته، ما في شك أن الاكتتاب العام والإدراج هو السبيل الأهم في هذه المعادلة. طيب لو انتقلنا إلى زاوية أخرى مختلفة تماما، المتداول المستثمر المضارب الذي يحاول أن يدخل سوق غير السوق التي هي في بلده في محل إقامته حاليا، لو افترضنا أن شخصا من المغرب من مصر من أي دولة في العالم يريد أن يدخل إلى السوق القطري كمتداول ليس من داخل قطر، لا مقيم ولا مواطن، هل يمكن ذلك من الناحية النظرية؟ شوف من الناحية النظرية ومن الناحية العملية السوق القطري منفتح لجميع المستثمرين، وكما تعلم فإن هناك بعض الشركات يعني فيها نسبة 100% مفتوحة للتملك، وهناك شركات 25% وهناك شركات 49% 49%، فلذلك أكيد هناك عمليات إجرائية سواء من خلال ما يسمى بالحافظ الأمين أو من خلال الوسطاء الدوليين، هناك عدة سبل وسهلة جدا للمستثمر الأجنبي الغير مقيم فتح حساب في السوق القطري، وعملية سهلة جدا طبعا. طب كيف تتم يعني لمن يستمع إلينا الآن ويشاهدنا ربما يتبادر إلى ذهني كيف أنا وأنا في مكان بعيد عن قطر أستثمر في هذه السوق، لأني اخترتها لأسباب كثيرة من أنها واعدة وتم إدراجها في المؤشرات الأوروبية الكبرى كفوتسي وما إلى ذلك. هناك يعني أنواع من المستثمرين، أما المستثمر طبعا المؤسساتي فهو عارف الآلية كيف، وهناك المستثمر الحالي في السوق عارف أن هناك وسيط عنده أو بنوك، فهو يعني يتجه لهذه الجهات ويقول لهم أنا أريد أفتح حساب في بورصة قطر، فهم يقومون بهذا الإجراء. أما الشخص اللي عمره ما دخل في البورصة كذلك يتجه إلى الوسيط في بلده، والوسيط بإذن الله تعالى طبعاً سيعطيه الإجراءات التي بإمكانه فتح حساب والتداول في السوق القطري. أشكركم حتى اللحظة، وطبعاً نحن لدينا أسئلة على السوشيال ميديا على فيسبوك وتويتر سنعرضها عليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام نستقبل التعليقات التي وردتنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر، فكونوا معنا دائماً. أهلا بكم مجددا، نذكركم مشاهدينا الكرام بأن لقاءنا الجاري حاليا هو لقاء مع السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية. الآن التعليقات والأسئلة على صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر موجهة للسيد راشد، ونبدأ مع سالم الرماحي يقول وجود ترامب كرئيس لأمريكا له تأثير على الاقتصاد العالمي والبورصات العربية، هل تأثير إيجابي أم سلبي برأيك؟ طبعا شاهدنا قبل الانتخابات وقبل فوز ترامب ان الاسواق كانت هناك في نزول حاد في بعض الاسواق العالميه، لكن راينا كذلك بعد انتخابه ارتفاع في هذه الاسواق. طبعا ما نقدر نقول لك ايجابي او سلبي، لكن نقول لك على الاجراءات الاقتصاديه والخطه الاستراتيجيه هي اللي تحقق
يعني صحيح، لأن حتى الآن لا يوجد سياسة مالية أو نقدية واضحة لترامب. هو يتحدث عن خطوط عريضة ولكن تصريحات فقط حتى الآن. سيتضح ذلك خلال 3 شهور من تولي ترامب للرئاسة طبعا. ولكن يعني طبعا أقول لك بالنسبة للأسواق الخليجية وأسواقنا إحنا، يعني تعتمد على الاقتصاد الوطني وقوة الشركات المحلية في أدائها وتوزيعاتها. يعني عامة بصفة عامة على يعني بالنسبة لهذا السؤال استدراكا له، كيف تتأثر دول الخليج وقطر طبعا بما يجري في أمريكا؟ طبعا العالم كله يتأثر بما يجري في الاقتصاد الأول على مستوى العالم بنسب مختلفة، لكن بالنسبة للمنطقة الخليجية على اعتبار أن النفط هو المورد الرئيس لها فيما يتعلق بالإيرادات، كيف تتأثر دول الخليج بما يجري في أمريكا؟ طبعا في هناك نوعين من المستثمرين. المستثمر المحلي هو عارف وعنده ثقة كبيرة في شركاته المحلية وتوزيعاتها ومراجعة، وأنا أتكلم عن المستثمر الواعي الذي يطلع على البيانات المالية ومتابع للشركات التي يستثمر فيها وليس المضارب. بالنسبة للمستثمر العالمي فهو يتأثر بما تفرضه عليه الدولة اللي هو فيها من إجراءات في الاقتصاد نتيجة لقد تكون إجراءات اقتصادية من الولايات المتحدة أو من الصين أو مكان آخر، فهذا يرتبط بالدولة والمستثمرين في هذه الدولة وما يفرضه الاقتصاد المحلي من قيود أو شروط على هذا المستثمر. طبعا يعني نذكر بأن دولة قطر خفضت من عجز الموازنة هذا العام بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي هناك موازنة واعدة هذا العام كما يرى محللون. ننتقل لتعليق آخر، إياد يقول الأفضل للاستثمار الأفضل الاستثمار في العقارات أم البورصة خصوصا في الفترة الحالية وفي ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة إقليميا ودوليا، ما رأيك دكتور؟ مرة ثانية أقول لك أن هذا الاختيار يرجع للمستثمر وقدرته الشرائية وقدرته المالية. مثل ما نعرف احنا ان الاستثمار في العقار قد يكون مكلف وغالي طبعا، وقد يكون عبر البورصه ايضا، يعني ربما يستثمر في البورصه في القطاع العقاري، في القطاعات العقاريه يعني هذا بالضبط ذلك. انت يعني جاوبت على السؤال صحيح. هناك طبعا اذا كان هو طبعا متمكن وقادر فهو يستطيع اتخاذ قرار وين اروح في اي اتجاه، العقار ام البورصه، وهذا خيار احنا نتركه، ما نقدر نقول والله شنو الافضل، ولكن البورصه يعني هي احد الخيارات المتاحه حتى لأصحاب رؤوس الأموال البسيطة، ممكن يستثمر في أي شركة عقارية بعد ما يطلع على بياناتها ويطلع على خططها، وهي بديل آخر عن الاستثمارات طبعا الأخرى. ربما يعود ذلك سيد راشد، ربما تتفق أو تختلف، على فكرة أن البورصة تقلل المخاطرة فيما يتعلق، لو أنا ذهبت بمفردي في الاستثمار في مجال العقارات فتعلو المخاطرة، لكن حينما استثمر في البورصة في المجال العقاري أيضا أكون من خلال شركات مختلفة، وبالتالي أستطيع أن أنوع المحفظة الاستثمارية وبالتالي تقل المخاطر. طبعا ما في شك أن جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر تخضع لرقابة وحوكمة صارمة وتنشر بياناتها المالية بصفة استمرارية، لذلك المستثمر سواء في الصناعة أو في القطاع العقاري أو أي قطاع آخر ممكن يجد هذه القطاعات أيضا موجودة في البورصة، وكذلك كما ذكرت أن هذا يرجع لقدرته الشرائية، لأني أنا لو بقيت إذا عندي قدرة أني أستثمر في العقار كان بها، إذا كان عندي قدرة أني أستطيع أستثمر في البورصة كان بها، فهي المجالات متاحة والخيار في الأخير للمستثمر. إدريس على الفيسبوك يقول دول الخليج مع التطورات المالية تصدر سندات دولية، هل قطر ستعمل على تطوير لسوق السندات والصكوك؟ حاليا موجود، وهناك مصرف قطر المركزي يصدر سندات باستمرار في السوق المحلي، وهناك إن شاء الله خطة لإصدار السندات التجارية. ننتقل إلى تعليق آخر، عبد العزيز منصور نقرأ أن البورصة خسرت كذا مليار أو ربحت كذا مليار، فماذا تعني وهل هذا ربح أو خسارة نقدية وكيف تدعم البورصة اقتصاد الدولة؟ صحيح، هذا أحيانا السؤال يعني محير عند الناس، ولكن الهدف هو في رأس مال السوق، وعلى سبيل المثال يعني وليس هو خسارة في البورصة كشركة، ولكن هو السوق إجمالي السوق اليوم مثلاً لما ترتفع الأسهم في السوق فإن رأس مالية السوق ترتفع بحجم معين، فلو كان اليوم في ارتفاع في البورصة بمليار أو مليارين فحنقول اليوم ربحت البورصة مليارين،
وهذا يشمل جميع الشركات مجتمعة ربحت في قيمتها مليارين. فإذا انخفض هذا المؤشر أو انخفضت التداولات المؤشر بصفة عامة لنفترض بمليار، فنقول والله خسر السوق مليار، ولكن وليست خسارة فعلية طبعا، ولكنها في رأس مالة السوق. تعليق من حمادة المصري، كيف ترى حضرتك أداء البورصة العام الماضي في ظل تراجع أسعار النفط، وما هي توقعاتكم لأدائها خلال العام القادم بعد انتعاش الأسعار خلال الفترة الأخيرة؟ ما في شك أن ارتفاع أسعار النفط شيء إيجابي بالنسبة للأسواق الخليج بصفة عامة التي يعني تعتمد على النفط كمصدر هام للدخل، فننظر لهذا العام نظر إيجابية بالنسبة للبورصة القطرية، لأن أولا عندنا إدراج صناديق استثمارية وعندنا إدراج شركات ومع انتعاش أسعار النفط أنا أعتقد أن شاء الله بإذن الله تعالى تكون بالضبط، هناك طبعا ترقية أخرى لبورصة قطر في الفوتسي، فطبعا نظرتنا إيجابية لهذا العام. جيد، ننتقل إلى العابد حسني. الشركات في قطر أداؤها جيد وأرباحها عالية خصوصا مع حجم المشروعات والتوسعات الضخمة في الدوحة، فلماذا لا ينعكس هذا على أداء الأسهم في البورصة؟ السؤال مهم وجدا ذكي. طبعا أحيانا في ناس يقول لك والله الشركة هذه أندر فاليود، يعني مش سعرها ليش؟ هذا يعتمد دائما على المستثمرين والأدوات المتاحة في السوق لزيادة السيولة في هذه الشركات، ولكن بالفعل الكلام صحيح، الشركات القطرية من الشركات المتينة والقوية وكذلك كريمة في توزيع التوزيعات السنوية. طبعا رأينا أمس توزيعات كبيرة لبنوك أرباح جاوزت 10% في عام 2016. ننتقل إلى فارس يقول ويتساءل كيف يتم التعامل مع شبهات حول مخالفات بعض المتعاملين أو المطلعين في الشركات أثناء عملية التداول، وماذا لا تظهر مثل هذه الإجراءات في إفصاح البورصة؟ وهنا يأتي ربما دور هيئة قطر للأسواق المالية. طبعا أي تعاملات فيها شبه تخضع لرقابة صارمة من جهتين، البورصة، غرفة العمليات، هناك أنظمة آلية تستطيع وبالدقة وبالسرعة كشف أي محاولة لأي شخص حاول يتلاعب في السوق، بالإضافة إلى كذلك هناك غرفة أخرى في هيئة قطر الأسواق المال تتابع بالتعاون مع بورصة قطر التعاملات اليومية بدقة وحرص، وهناك كفاءة عالية من الموظفين في هذه الإدارات. هل اكتشفتم مؤخرا أي عمليات تلاعب وهل تم التصدي لها؟ يعني أنا أقدر أقول لك إن يعني ما يعني قد يكون نادر، لأن الرقابة صارمة جدا في السوق القطري. يعني ممنوعة منذ البداية، يعني يصعب اختراقه. يعني أنا أقول لك يعني يصعب اختراق السوق القطري من أي نوع من محاولة التلاعب. وكذلك نشكر هيئة قطر الأسواق المال في هذا المجال أنها تعاون معنا، وكذلك الأخوة في غرفة العمليات في بورصة قطر في الماركت أوبريشن يقومون بعمل رائع في هذا المجال. جيد، ننتقل إلى تعليق آخر. عطار الأسهم يسمي نفسه على الأسهم البورصة على ما يبدو، عدد الاكتتابات الأولية التي تطرح سنويا تقريبا شركتان، فهل هذا مناسب لبورصة مثل بورصة قطر، ولماذا لا يتم طرح شركات بعدد كافي خلال الفترة القادمة؟ لا طبعا احنا شركتين ما تكفينا سنويا، يعني ولا يعني احنا لما ننظر لحجم المقدر لما ننظر الى حجم الاقتصاد القطري وعدد الشركات المسجله في سوق قطر وحجم الشركات العاليه لنا، يعني اوكي في شركات عامه وهناك خطه استراتيجيه الخصخصة، بس احنا الان كبورصه تركيزا الاهم للشركات العائليه التي فيها تنوع في القطاعات، سواء في التجزئه، سواء في التعليم، سواء في التكنولوجيا. هذه الجهات التي نحاول جذبها ولزياده يعني عدد الاكتتابات سنويا، وان شاء الله احنا بدانا نحقق انجاز في هذا المجال، وراينا هناك اقبال من الشركات العائليه، وكما راينا هناك ان شاء الله شركتين على الاقل تنزل هذا العام في سوق قطر. ما المخطط بالنسبه لكم في عدد ادراجات الشركات سنويا؟ ليس لكم مخطط، السوق القطري والبورصه القطريه من الناحيه الفنيه والتكنولوجيه والاجرائيه ممكن يعني تستقبل اي عدد من الشركات. طيب جيد، في تعليق اخير لابو زيد، انا مقيم خارج قطر، كيف يمكن التداول في البورصه القطريه وما هي الشروط والضوابط؟
مثل ما ذكرنا طبعا كل يعني البورصه القطريه مفتوحه لجميع المستثمرين القطريين وغير القطريين، ولكن هناك يعتمد على الاجراء والموجودين عنده، سواء اذا كان عند هناك شركه وساطه تتعامل مع بورصه قطر لها وسيط اخر في دوله قطر، في يتجه هذه الشركات ممكن ان تكون في دول غير قطري، شركات وساطه في دول اخرى. طبعا احنا عندنا علاقات مع يعني ما تعرف ما كنت لدينا عدد كبير من المستثمرين الاجانب غير المقيمين في بورصه قطر ويتداولون في البورصه القطريه، بالعكس ويمثلون يعني حجم كبير في التداولات اليوميه. يعني هل العمليه تتم كما تتم في الداخل، يذهب من يريد ان يتداول في البورصه القطريه وهو مثلا في المغرب يذهب الى شركه وساطه يقدم كشف حساب ويرتبط بهذه الشركه وهي تقوم بالعمليات كما يجري عاده في داخل الدوله؟ كثير من الوسطاء الدوليين عندهم علاقات مع الوسطاء المحليين، فبسهوله ممكن يعني يتجه لاي وسيط ويفتح له حساب في السوق القطري، وهناك اجراءات طبعا مطوره لا مجال شرحها الان، ولكنها ان شاء الله تتم بصوره سلسه. ونرحب بجميع المستثمرين في جميع انحاء دول العالم وخصوصا اخواننا في الوطن العربي. ونحن ايضا نرحب بك ونشكرك السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصه القطريه، كنت ضيفنا في برنامج البورصه، فشكرا جزيلا لك على هذا الحوار، وايضا الشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.